الثلوج في كل مكان، هذا الصقيع لا يحتمل، كيف يمكن أن نعيش هنا؟ لابد أن هذا أول ما همست به قبائل وصلت إلى هنا قبل 35,000 عام، ولربما خرج من بين هؤلاء البشر البدائيين أكثرهم حكمة وتبصرا بالمستقبل ليصرخ: بل من هذه الثلوج سنبني يوما جبروت دب عصي على العدو ومرهوب حتى من الصديق. ولو عاد هذا المستبصر أحد أجداد البشر ليعيش بيننا اليوم لرأى بأم العين أكبر دولة في العالم بمساحة 17,100,000 كيلومتر مربع، وأحد أعظم الأمم مرهوبة الجانب التي تقارع اليوم أمريكا وكل أوروبا والغرب. هذه روسيا التي تحتل من الأرض ثمن مساحتها المأهولة بالسكان، وتجاور 14 دولة تتشارك معها حدوداً برية في أوروبا وآسيا، بينما تصل حدودها المائية حتى اليابان، حيث ينازع الدب الروسي طوكيو على جزر تتبع لليابان اليوم، وكانت يوماً روسية. وإذا تساءلت لما كل هذا الاتساع وترامي الأطراف بدولة جلها يغرق بالثلوج؟ نحن نجيبك ببساطة: لأن من أسس روسيا عرف أنها ستكون لقمة سائغة إن لم يخطط بأن تدحر الطبيعة بنفسها أي جيش يريد الزحف على روسيا من الشرق قادماً من شمال آسيا، لأنه حينها سيتجمد جنود هذا الجيش في برد سيبيريا المسماة مقبرة الجنود. وإن نجا قلة منهم ولم تدفنهم الثلوج ويقطع أوصالهم القر والبرد، سيصدمون بجبال الأورال الفاصلة بين الجزئين الآسيوي والأوروبي من روسيا، حيث يعيش 80% من سكانها. وهكذا لم يترك أجداد الروس اليوم لأي دولة القدرة على غزوهم إلا من هنا، من الغرب، انطلاقاً من السهل الأوروبي الشمالي. حسناً، أنت الآن تفكر بالمعضلة ذاتها التي فكر بها الروس يوم أسسوا دولتهم. من هذا السهل القادم من صوب أوكرانيا فقط يمكن دق أولى مسامير نعش روسيا، وهو ربما ليس على سبيل الصدفة أنه المكان ذاته الذي ولدت منه روسيا. نعم، هي أم الروس أوكرانيا في دولة سميت يوماً روس كييف. واليوم يشن عليها فلاديمير بوتين أكبر حرب في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، وبهدف لم يختلف عما كان يخشى منه أجداده. أوكرانيا هي المهد نعم، ولكنها أيضاً خطر النعش الذي قد تحمل به روسيا، التي لا يريدها بوتين فقط قوة عظمى كما السلف السوفييت، وإنما إمبراطورية أعظم من أي مرة كانت فيها روسيا عبر تاريخها. وفي هذا العمل الوثائقي الطويل تقدم لك ستيب نيوز قصة روسيا كما لم تسمعها من قبل، من يوم ولادتها في المهد قبل آلاف الأعوام وصولاً إلى حرب اليوم. وقبل أن نبدأ الرحلة معاً، ندعوك لمتابعة أكثر القصص تشويقاً بمجرد الاشتراك بقناة ستيب جراف وتفعيل زر الجرس. أرض الثلوج وكييف روس. لنفهم روسيا اليوم وتتالي حضاراتها لابد من العودة بالزمن نحو 35,000 عام، وتحديداً إلى منطقة كوستنك على ضفاف نهر الدون، حيث عاش في هذه السهوب الواسعة جنوب روسيا قبائل من الرعاة الرحل، دلت على وجودهم أولى مجموعات العظام البشرية التي عثر عليها في سهوب بونتك المعروفة في العصور القديمة باسم سيثيا، التي تعاقب عليها قبل التاريخ حضارات دلت عليها آثارها في مناطق إيباتوفو، سنتاشتا، إكرايم وبازريك. وظل التتالي الحضاري الرعوي على المنطقة حتى أواخر القرن الثامن قبل الميلاد، عندما حمل تجار يونانيون معهم حضارة جديدة تقوم على التجارة بدل الرعي، ما حول منطقتي تانايس وبناغوريا إلى مركزين تجاريين كبيرين بأوروبا.
ومع حلول عام 1200 قبل الميلاد استوطن بين أراضي روسيا وأوكرانيا اليوم شعب سمي بالسيميريين، ينحدر من البلقان في شمال البحر الأسود وجنوب أوكرانيا الآن. استمرت حضارة السيميريين حتى سنة 700 قبل الميلاد عندما انهزموا على يد السيثيين القادمين من أواسط آسيا والمنحدرين من أصول إيرانية. 500 عام مرت، وتحديداً سنة 200 قبل الميلاد انهزم السيثيون على يد السرماتيين، وهم جماعة إيرانية أيضاً وتنحدر من أصول السيثيين ذاتها، ما جعل السرماتيين يسمحون للسيثيين بالبقاء في مستعمرات تنتشر في ساحل البحر الأسود الشمالي قبل أن يبدأ بين القومين أبناء العمومة اتصال وثيق. لكن هذا التحالف لم يمنع الرومان من سحقهما والاستيلاء على المنطقة، وجراء كل هذا باتت المنطقة الواقعة بين روسيا وأوكرانيا اليوم تحمل عادات هجينة فيها مزيج من طرق الحياة الإغريقية والرومانية. وجاء عام 200 ميلادية ليحمل معه حضارة جديدة لهذه البلاد، مع زحف قبائل القوط الجرمانية من الغرب لتستولي على أراضي روسيا الأوروبية. 130 عاماً أخرى مرت قبل أن يسقط حكم القوط، عندما هاجم الهون بتنظيمات عسكرية منظمة البلاد عام 370 للميلاد. لكن لم يمضي نحو 80 عاماً حتى انهارت مملكة الهون بعد موت ملكها أتيلا الهوني سنة 453 للميلاد، فحلت بدلاً عنها قبيلة هونية أخرى تعرف باسم الآفار، وظلت تحكم الأراضي الروسية في أوروبا حتى أواسط القرن السادس الميلادي، قبل أن تصل جماعة الخزر التركية القادمة من آسيا وتطيح بالآفار لتحكم جنوبي الفولغا وشمالي القوقاز وسهوب الحوض المنخفضة بين بحر قزوين والبحر الأسود، فأقاموا روابط تجارية رئيسية بين بحر البلطيق والدولة العباسية في بغداد. لكنهم تحالفوا أيضاً مع البيزنطيين بعد أن اعتنقوا اليهودية ليشنوا حروباً ضروساً ضد الخلافة الإسلامية. ورغم تتالي كل هذه الحضارات والأعراق على أراضي روسيا، إلا أن نسب معظم الروس ومعهم جل الأوكران اليوم يعود إلى قبائل السلاف الشرقيين التي استقرت بداية في أراضي روسيا قادمة من غرب روسيا على دفعتين. الأولى تحركت من كييف نحو سوزيدال وموروم، والأخرى من بولوتسك نحو نوفغورود وروستوف. ومع مطلع القرن السابع الميلادي بات السلاف الشرقيون يشكلون الجزء الأكبر من السكان امتداداً من غرب روسيا حتى شرق أوروبا. ومع الزمن اندمج السلاف الشرقيون مع القبائل الفنلندية الأوغرية الأصلية، وحتى القرن التاسع عشر رغم توالي الحضارات على هذه الأراضي لم تشكل بعد نواة الدولة الروسية الحديثة التي نعرفها اليوم، حتى وصل النورمان الإسكندنافيون المعروفون باسم الفايكينغ في أوروبا والإفرنج في الشرق. ورغم أن الفايكينغ جاءوا مرات على شكل غزاة قساة متوحشين ومرات أخرى على شكل قوافل تجارية لم تخلو من العنف أيضاً، إلا أن هدفهم كان البحث عن أراض جديدة، ما حدا بهم للاستقرار في منتصف القرن التاسع على امتداد الممرات المائية من شرق بحر البلطيق إلى البحر الأسود وبحر قزوين. ومع حلول عام 862 كانت نقطة التحول وتشكيل النواة الحقيقية للدولة الروسية، لكن المفارقة أن عاصمتها كانت كييف عاصمة أوكرانيا اليوم بتأسيس إمارة روس كييف على نهر الدنيبر، وذلك قبل وجود موسكو بمئات السنين. ورغم أن كييف كانت الإمارة الأقوى وحمل حاكمها لقب الأمير الأكبر، إلا أن مدنا أخرى ظهرت حينها لجانب كييف وحكمها أمراء بينها وفلاديمير ونوفغورود التي اتخذها زعيم الفايكينغ الشهير روريك حاضرة له عام 862.
وجراء قوته وبطشه تحول روريك إلى مؤسس السلالة التي حكمت روسيا نحو 7 قرون. ولم تكن كييف حتى ذلك الحين قد أصبحت عاصمة الدولة، حتى خلف أوليغ أباه روريك لينقل العاصمة إلى كييف. لو كانت روسيا مسلمة. جاء عام 988 للميلاد ليحمل معه التحول التاريخي الثاني للدولة الروسية، حين تقلد الحكم فلاديمير الأول الملقب فلاديمير العظيم. إذ كان السلاف الشرقيون حينها يعبدون القوى الطبيعية، لكن فلاديمير أراد تقوية حكمه من خلال إقرار دين سماوي في البلاد، لتبدأ المرحلة الذهبية في عمر إمبراطورية روسي كييف. وبحسب المصادر التاريخية فإن فلاديمير العظيم كاد أن يختار الإسلام ديناً لبلاده، إلا أنه انتدب رجال دين المسلمين أوضحوا له أن الخمر حرام، إضافة إلى لحم الخنزير، وهو السبب ذاته الذي جعله يرفض اليهودية أيضاً، إضافة إلى أنه كان يعتقد أن الله تخلى عن اليهود لأن لا وطن لهم. وطبعاً لم يتبقى أمام فلاديمير العظيم إلا المسيحية ليستقر عليها ديناً للدولة، ما حدا به لإصدار أمر تاريخي بتعميد سكان إمارة كييف في معمودية جماعية بنهر الدنيبر الذي شهد إلقاء الأصنام فيه. ولم يسلم معارضو القرار من بطش فلاديمير العظيم الذي نكل بكل من حاول الوقوف بوجه تحول كييف روس للمسيحية. وظلت روس كييف ترتقي حتى وصلت لقمة تطورها وازدهارها في عهد الأمير ياروسلاف الحكيم في القرن 11 الميلادي، عندما استطاع الأمير الجديد توحيد المناطق الواقعة بين بحر البلطيق والبحر الأسود. وتحت حكم ياروسلاف الحكيم باتت روس كييف بحق دولة سياسية للسلاف الشرقيين. وفي عهده ارتقت مدينة كييف حتى باتت مركزاً سياسياً وثقافياً رئيسياً في أوروبا، وهو ما يدلل عليه تصنيف كل من روسيا وأوكرانيا ياروسلاف الحكيم على أنه المؤسس الأول. ورغم أن كل من الدولتين اليوم تعتبر نفسها الوريث لروس كييف، إذ تعطي أوكرانيا وسام الأمير ياروسلاف الحكيم لخدمة الدولة، كما تحمل فرقاطة روسية في بحر البلطيق اسمه، وتظهر صورة ياروسلاف الحكيم على نقود الدولتين. إلا أن الحقيقة تبقى أن روسيا وأوكرانيا المتحاربتان اليوم تنحدران من الجد ذاته روس كييف السلافي الشرقي. المغول وسقوط كييف روس. رغم علو شأن كييف كمركز ثقل سياسي للروس جراء موقعها الاستراتيجي على الطريق التجاري الرئيسي الواصل بين بحر البلطيق والبحر الأسود والأراضي التي كانت للإمبراطورية البيزنطية، إلا أن أمراء نوفغورود وروستوف وتشيرنيغوف لم يتوقفوا عن محاولات الاستقلال عن سلطة الأمير الكبير في كييف. وجراء الانقسامات والخيانات المتتالية من هؤلاء الأمراء لم يصل القرن 11 منتصفه حتى بدأت تخور قوى كييف، ما أعطى قوة لأمراء الإمارات الروسية الأخرى، فتجرأوا على حروب دمرت كل قوة أو منعة للدولة الروسية. فأصاب روس كييف الضعف جراء الحروب الأهلية، وتحولت الحاضرة الغنية المزدهرة إلى ساحة حروب طاحنة في سبيل العرش، حتى جاء آخر الحروب عندما دمرها أمير روستوف، لينتهي وضع كييف بوصفها عاصمة لدولة روس كييف. ورغم بروز إمارة روستوف سوزيدال التي كان يحكمها يوري دولغوروكي، إلا أنه همش كييف واتخذ من مدينة فلاديمير حاضرة له. هذا كله لم يوقف الاقتتال بين الأمراء المتنازعين على سلطة روس كييف، ما أدى في النهاية إلى تفكك الدولة جراء القتال بين أفراد الأسرة الأميرية، وهم حكام فلاديمير سوزيدال في الشمال الشرقي، ونوفغورود في الشمال، وغاليسيا فولهينيا في الجنوب الغربي.
ولم تتوقف حروبهم حتى غزو القبيلة الذهبية التابعة لإمبراطورية المغول في القرن الثالث عشر، ما أدى لخراب كييف وتدميرها نهائياً بعد أن عافت فيها خراباً قبائل المغول بزعامة باتوخان أحد أحفاد جنكيز خان سنة 1237. وحينها غزا المغول روسيا بجيش يزيد تعداده عن 200,000 مقاتل. باتوخان لم يتوقف عند كييف، بل سحق كل المدن الروسية وخربها باستثناء نوفغورود، قبل أن ينتقل التوسع المغولي غرباً في أراضي أوروبا الشرقية لاستيطان السهوب شمال بحر قزوين، مع اتخاذ مدينة سرايباتو عاصمة لهم. وفيما بعد عرفت هذه القبائل التي دمرت الدولة الروسية الأولى باسم التاتار، بعد أن اكتسح باتوخان إمارات روس كييف وأجبر الأمراء الروس على تقديم ولائهم له وأرغمهم على دفع ضرائب باهظة. ولادة موسكو وإيفان الرهيب. على الرغم من أن المغول سيطروا على الأراضي الروسية حتى عام 1480، إلا أن بعض القبائل السلافية نجحت بالفرار من المغول إلى مدينة صغيرة على طريق التجارة اسمها ماسكوفي، وهي المعروفة حالياً باسم موسكو، ليبدأ من جديد حلم تأسيس الدولة الروسية، حيث تمرد خانات شبه جزيرة القرم على دولة مغول الشمال، ما شجع الدولة الروسية الجديدة على محاولة استعادة بعض المساحات الجنوبية لأوكرانيا الحالية. ومع وصول ألكسندر نيفيسكي إلى حكم ماسكوفي بدأت بالازدهار أكثر، حتى أن المؤرخين يعدون نيفيسكي المؤسس الحقيقي لموسكو. ثم ازدادت سطوة موسكو عندما تربع على عرشها دانييل ألكسندروفيتش، الابن الأصغر لألكسندر نيفيسكي، حيث استفاد من وقوع موسكو بين الأنهار المركزية لروسيا والغابات والمستنقعات التي تشكل درعاً لها. ويبدو أن رغبة ألكسندروفيتش بالارتقاء أكثر وأكثر بقوة موسكو حدت به للتعاون مع أمراء المغول. وقد ترسخت العلاقات بين أمراء موسكو والمغول حتى تزوج أمير موسكو يوري أخت خان القبيلة الذهبية في أوائل القرن الثالث عشر، ما جعل يوري الأمير الروسي الكبير بقرار تاتاري سنة 1318. وحينها ساعدته القوات المغولية على سحق التهديدات لزعامته، وبعد ذلك التاريخ تحول أمراء موسكو إلى سماسرة لجمع الضرائب للمغول من الإمارات الروسية. إلا أن إيفان الأول الذي وصل للحكم عام 1330 كان يحتفظ ببعض نقود الضرائب لديه ولا يسلمها للمغول، ما مكنه من شراء أراض جديدة ضمها لإمارته، قبل أن ينجح إيفان بإقناع بطريريك الكنيسة الروسية الأرثوذكسية بالبقاء في موسكو. ثم استمر أمراء موسكو على سياسة إيفان الأول بتوسعة الإمارة، حتى حكم إيفان الثالث الذي وضع الأسس لقيام دولة قومية روسية، ودخل في منافسة قوية مع دوقية ليتوانيا شمال غرب البلاد. كانت له الغلبة بنهايتها قبل أن ينتصر في حرب طويلة على جمهورية نوفغورود، ما أدى إلى اتساع دوقية موسكو 3 مرات في حجمها تحت حكمه. حينها أعلن إيفان الثالث سيادته المطلقة على جميع الأمراء والنبلاء الروس، قبل أن ينقلب بشكل نهائي على التتار ويشن عليهم حرباً كانت باكورة انتهاء حكم القبيلة الذهبية لأراضي روسيا. ومع إعلان إيفان عام 1480 التوقف تماماً عن دفع الضرائب للمغول، تقدم جيش القبيلة الذهبية بهدف السيطرة على موسكو، لكن إيفان كان قد حضر لهم خطة بالهجوم على عاصمة المغول، ما أجبرهم على العودة إليها بهدف رد القوات الروسية عنها. وفي أعقاب كل هذا برز الأمير الروسي كحاكم قوي استبدادي، ما مهد للحقبة القيصرية التي بدأت مع إيفان الرابع أو الرهيب
الذي وصل للحكم عام 1533 وهو بعمر 3 سنوات، وظل تحت الوصاية حتى عام 1547 عندما بلغ 16 من عمره. واستطاع إيفان الرهيب أن يجعل سلطة القيصر طاغية طغيانا كاملا على كل روسيا. واشتهر القيصر الرهيب بكونه طاغية وقاسيا، كما كان كثير الشكوك ويصاب بالجنون أحيانا، حتى أنه شكل قوة خاصة من الشرطة مهمتها القبض على الشخصيات الأرستقراطية وقتلها، كما وضع قوانين مجحفة تزيد عدد الجيش والجياد فيه. وتقدم شواهد التاريخ أن إيفان الرهيب أحرق مدناً وقرى كاملة، وقتل كثيراً من زعماء الكنيسة الذين عارضوه، وذهب إلى أبعد من ذلك حين قتل أكبر أبنائه في إحدى ساعات غضبه. ورغم كل هذا أصبح أمير موسكو العظيم وقيصر عموم روسيا الأول، ليتغير حال روسيا في ظل حكمه القائم على مركزية السلطة، إذ يعد إيفان الرهيب أول من فكر بأن موسكو مدينة ضعيفة يمكن غزوها بسهولة، ما جعله يقرر حماية إمبراطوريته عبر تحصينها جغرافياً من خلال التوسع والسيطرة على مزيد من الأراضي. فكانت البداية مع زحف جيوش إيفان لتحتل بلاد تتارستان وسيبيريا، ولم يتوقف بعدها، بل خاض حروباً دموية وسعى على إثرها أراضي روسيا وجعل منها إمبراطورية مترامية الأطراف. وبعد وفاة إيفان الرهيب عام 1584 استمرت روسيا بالتوسع لبضع سنوات، حتى لم يبقى لها خاصرة رخوة يمكن غزوها منها إلا من الغرب المسمى بالسهل الأوروبي الشمالي. إلا أن وفاة إيفان كانت إيذاناً أيضاً ببداية عصر الاضطراب، حتى تدهورت سلطات القيصر وانهارت، خاصة وأن إيفان الرهيب كان قد قتل ابنه الأكبر لتؤول الأمور بعد وفاته إلى ابنه الثاني ثيودور الأول الذي كان قيصراً ضعيفاً، ما جعل شقيق زوجته بوريس جودونوف يتغول في الحكم رويداً رويداً حتى بات الحاكم الفعلي لروسيا، حتى أن بعض المصادر تتهمه بقتل شقيق ثيودور الأصغر ديمتري الذي وجد ميتاً في عام 1591 من دون أن يتضح سبب موته. وما هي إلا سنوات حتى مات القيصر ثيودور في عام 1598 دون أن يخلف وراءه وريثاً على العرش. فجاءت فرصة شقيق زوجة القيصر المتوفى بوريس ليقفز على العرش ويصبح قيصراً للبلاد. إلا أن كاهناً سابقاً كان يدعى غريغوري أوتريبيف لم يعجبه قفز بوريس على السلطة، وكان موقناً بأنه من قتل ديمتري، لينسج غريغوري قصة ادعى من خلالها بأنه شقيق القيصر ديمتري الذي وجد ميتاً، وأنه لم يكن ميتاً بل هرب إلى ليتوانيا فراراً من بوريس. وفي عام 1604 غزا غريغوري أوتريبيف زاعماً أنه ديمتري بعد أن شكل جيشاً قوامه من البولنديين وعدد كبير من الروس الساخطين على حكم بوريس. ورغم انتصار مدعي شخصية ديمتري واعتلائه العرش عام 1605 إلا أن غزوه لموسكو كان البداية الحقيقية لعصر الحروب الأهلية التي مزقت روسيا، حيث لم يستمر حكم ديمتري المدعي إلا عاماً قبل أن تقتله جماعة من ملاك الأراضي، وعندها أصبح الأمير فاسيلي شويسكي قيصر روسيا. وفي عهده استمرت حالة الفوضى والضعف حتى جاء عام 1610 ليحتل البولنديون موسكو، وحكموا عن طريق مجلس برلماني من ملاك الأراضي، ثم عادت لتظهر ما أصبحت أشبه بموضة أو عادة، ليعلن أشخاص عدة أنهم ديمتري الحقيقي ومن حقهم أن يطالبوا بالعرش. وقد سمي كل من دعم الأدعياء بالحق في العرش بالقوازق. حينها كان على جيوش البولنديين الاشتباك مع القوازق حيناً ومع مجموعات الفلاحين الذين نظموا ثورات اكتسحت البلاد حيناً آخر. ومع حلول عام 1612
اتحد القوازق والفلاحون ضد البولنديين، فانتهى الأمر بطردهم من موسكو واستعادة الروس لعاصمتهم، ما وضع نهاية عهد الفوضى والحروب مع وصول ميخائيل رومانوف قيصراً لروسيا عام 1613. وكان ذلك بداية لحكم عائلة رومانوف الذي استمر ل300 سنة، ويحسب لهذه العائلة بأن قياصرتها من تنبه إلى إمكانية غزو روسيا عبر خواصرها الرخوة من جهة السهل الشمالي وما خلف جبال الأورال، لتضم روسيا في القرن 17 أوكرانيا ثم سيبيريا الشرقية حتى المحيط الهادئ. وقد تمت سيطرة روسيا القيصرية على أوكرانيا بعد أن انتفض القوازق ضد الحكم البولندي، وأسسوا دولة لهم في غرب أوكرانيا الحالية باسم هاتمانات. إلا أن هذه الدولة لم تبقى مستقلة طويلاً، حيث عقدت روسيا اتفاقية بيرياسلافل عام 1654 مع دولة القوازق، مما جعلها كلها تحت الوصاية الروسية، فيما أصبحت أجزاء من أوكرانيا تحت الحكم العثماني بعد حروب انتصر بها الجيش الانكشاري في أوروبا. ومع حلول عام 1686 أبرمت روسيا وبولندا معاهدة السلام الدائم، فسيطرت روسيا القيصرية بموجبها على مساحات كبيرة من الأراضي الأوكرانية، ومن بينها مدينة كييف التي كانت تحت سيطرة بولندا، مقابل انضمام روسيا إلى تحالف أوروبي مناهض للدولة العثمانية. كما شهدت هذه الحقبة إدخال الكنيسة الروسية الأرثوذكسية تغييرات على الشعائر الدينية، ما أثار معارضة روس ظلوا على العهد القديم حتى الآن. روسيا الإمبراطورية المرعبة. رغم الاستقرار النسبي الذي عاشته روسيا في القرن 17 وتنامي قوة جيشها حتى توسعت ووصلت لحدود مترامية الأطراف تحمي قلبها موسكو، إلا أن الصراعات عادت لتندلع على السلطة في عام 1682 قبل أن تنتهي بتنصيب بطرس الأول على عرش روسيا القيصرية، بينما كان الحكم الفعلي بيد أخته غير الشقيقة صوفيا بوصفها وصية على العرش. لكن بطرس انتظر حتى اشتد عوده قبل أن يدخل موسكو مع أنصاره عام 1689 لتذعن أخته وتتنازل عن العرش لبطرس الذي بات لقبه بطرس الأكبر. وافتتح بطرس عهده بعقد اتصالات وثيقة مع الأوروبيين الغربيين القاطنين بموسكو، وكان هدفه الاطلاع على آخر التطورات في العالم وطرق الحكم، إضافة إلى طرق التجارة والتعاملات الاقتصادية بين الدول وفي الداخل، ما زوده بمعلومات مهمة تمكن من خلالها إحكام سيطرته على روسيا. كما نظم بطرس الأكبر حملات عسكرية كبيرة سيطر من خلالها على أراض شاسعة، ووسع رقعة روسيا نحو بحر البلطيق في الحرب الكبرى الشمالية ضد السويد. كما شنت روسيا في عهده الهجوم الأكبر على العثمانيين في شبه جزيرة القرم، حيث اندلعت الحرب الروسية التركية بين عامي 1686 و 1700، وانتهت بتوقيع معاهدة القسطنطينية بين روسيا والسلطنة العثمانية التي تنازلت عن مساحات كبيرة من الأراضي الأوكرانية. ولم يأتي عام 1764 حتى ألغت روسيا دولة القوازق في شرق أوكرانيا وأسست إقليم روسيا الصغرى كخطوة مرحلية. وظلت الأمور بين شد وجذب بين عامي 1772 و 1795 حتى أصبحت كل أوكرانيا أخيراً بما فيها شبه جزيرة القرم تحت حكم الإمبراطورية الروسية. وبالعودة إلى الداخل الروسي، فإن بطرس الأكبر أسس قبلاً في عام 1703 مدينة بطرس سانت بطرسبيرغ على بحر البلطيق، قبل أن ينقل العاصمة من موسكو إليها في عام 1712.
وبعد أن ترامت أطراف موسكو في عهده، أعلن بطرس قيام الإمبراطورية الروسية رسمياً في سنة 1721، فبات الإمبراطور بطرس الأكبر المؤسس الفعلي للإمبراطورية الروسية. 4 أعوام مرت على تأسيس الإمبراطورية قبل أن يتوفى بطرس الأكبر عام 1725، تاركاً وراءه خلافاً حول من سيعقبه، خاصة في غياب وجود أي شخص قوي يخلفه. وانتظرت روسيا نحو 40 سنة قبل أن يأتي حاكم قوي آخر، حيث ظهرت الإمبراطورة كاثرين الثانية التي عرفت فيما بعد بكاثرين العظيمة. إذ انعشت الاقتصاد بإعادة إحياء طبقة النبلاء التي اختفت في عهود سابقة، كما شجعت الأفكار القادمة من الغرب المتعلقة بالحرية والإصلاح الاجتماعي، حتى وصل الأمر بالإمبراطورة كاثرين في عام 1767 إلى تأسيس مجلس تشريعي ضخم لإصلاح القوانين الروسية. إلا أن إجراءات كاثرين لم تنعكس على واقع الروس، فبقي جل الروس يعيشون في فقر مدقع وفاقة، ما أدى لاندلاع ثورة بين الفلاحين بين عامي 1773 و 1774 عمت جميع أنحاء روسيا من جبال الأورال حتى نهر الفولغا. وقبل أن تكتسح الثورة موسكو، تمكنت جيوش كاثرين الثانية من قمعها، وذلك بالتوازي مع حرب ضروس كانت تخوضها كاثرين ضد الدولة العثمانية، ما أدى لتوسع روسيا صوب حدودها الجنوبية الحالية في منطقة البحر الأسود. كما أن كاثرين استغلت تقسيم بولندا على يد الأمم الأوروبية لتسيطر على حصة كبيرة من أراضي بولندا وتدفع الحدود الروسية غربا إلى أوروبا الوسطى، الأمر الذي حول روسيا إلى قوة عظمى بعهد كاثرين العظيمة، وهو ما تم تكريسه بعد وفاتها عام 1796 بتولي ابنها بافل الأول العرش. لكن حكمه انتهى بعد 5 أعوام إثر مقتله بعملية اغتيال عام 1801، ليتم تنصيب ابنه القيصر ألكسندر الأول إمبراطوراً على روسيا. ورغم أن ألكسندر عمل على تحرير الفلاحين وبناء المدارس لكل أبناء روسيا وتعهد بالتنازل عن العرش وجعل روسيا جمهورية بالتزامن مع إطلاق الحريات بشكل جزئي وتحرير السجناء السياسيين، إلا أن جهوده لم تؤدي لتغيير جوهري في حال الفلاحين المتردي أو تقليل من سلطات القيصر. ولم يختلف عهد ألكسندر عن جدته كاثرين، حيث استمرت روسيا بالتوسع، فاستولت جيوش ألكسندر على أراض من بلاد فارس والسويد والدولة العثمانية، وانتزعت فنلندا من مملكة السويد عام 1809، واستولت على إقليم بيسارابيا من العثمانيين في عام 1812. مقبرة جنود نابليون. في وقت استمرت روسيا بالتوسع مطلع القرن 19 عبر انتزاع أراض من منطقة البلقان التابعة للدولة العثمانية، كان هذا بالتزامن مع تنمية تجارتها مع أوروبا خاصة بريطانيا، ما أغضب إمبراطور فرنسا حينها نابليون بونابرت الذي كان يناصب بريطانيا العداء، ما حدا به قيادة جيشه الفرنسي الجرار نحو موسكو في يونيو عام 1812 لمنع تجارة روسيا مع بريطانيا ووقف توسعها العسكري بهدف الوصول إلى البحار الدافئة. وبالفعل وصل نابليون إلى موسكو في سبتمبر من هذا العام، وكانت المفاجأة أنه دخلها بسهولة كبيرة ومن دون مقاومة، ولم يتفطن نابليون إلى استراتيجية الأرض المحروقة التي اعتمدها الروس ضد أراضيهم، حيث أشعل الروس النيران ببيوتهم وأراضيهم ومحاصيلهم لحرمان الفرنسيين من الاستفادة من أي مورد في روسيا. وبسبب هذه الاستراتيجية سرعان ما دمرت النيران معظم موسكو،
ما منع نابليون وجيشه من الحصول على غنائم حقيقية أو حتى مؤونة تبقيهم على قيد الحياة. وبعد مرور 5 أسابيع فقط فر جيش نابليون من موسكو مع بدء نذر البرد الروسي القاتل. واستمرت الهجمات الروسية سواء من الجيش النظامي أو الفلاحين الثائرين الذين نجحوا بقتل وأسر آلاف الجنود الفرنسيين خلال شهر. ولم تتوقف قوة روسيا عند حد طرد نابليون من موسكو، بل طاردت فلول جيشه وصولاً إلى وسط وغرب أوروبا. بل تشير مصادر تاريخية إلى أن الجيش الروسي وصل أبواب باريس نفسها، ما أعطى روسيا وزناً أوروبياً كبيراً، وجعل القيصر الروسي يعرف باسم ألكسندر منقذ أوروبا. حتى أن حلفاء موسكو الأوروبيين حينها اختاروا روسيا لترأس جلسة إعادة رسم خريطة أوروبا في مؤتمر فيينا سنة 1815، إلا أن الوضع في الداخل الروسي لم يكن قوياً كما في الخارج، حيث شهدت روسيا أوائل عام 1816 حركة ثورية نظمها شبان أرستقراطيون، ألفوا دساتير لحكم البلاد وأعدوا العدة للثورة بهدف قلب النظام القيصري الإمبراطوري. وبالفعل بعد نحو عقد من التحضير للثورة، وتحديدا في ديسمبر عام 1825 للميلاد، اندلعت ما تسمى بثورة الديسمبريين، عندما خرج ضباط في الجيش الروسي على رأس 3000 جندي في محاولة لإحباط اعتلاء نيقولا الأول للعرش بعد موت شقيقه ألكسندر، إلا أن القوات الحكومية الروسية سحقتهم بالمدفعية في ميدان مجلس الشيوخ في سانت بطرسبرغ، لتنتهي الثورة على الأرض بسرعة، إلا أن نتائجها كانت كبيرة جدا، خاصة على الإمبراطور الذي اتخذ إجراءات عاجلة بعزل الأرستقراطيين من المناصب الحكومية، وعين جنرالات الجيش من أصحاب الولاء بالمناصب المدنية الرفيعة، وكبت الحريات وشدد قبضته على الصحافة والتعليم، حتى أنه قيد السفر خارج روسيا ومنع إنشاء المنظمات، وأسس إدارة الشرطة السرية لمراقبة ومنع أي نشاط مناوئ لحكم القيصر. وفي الخارج اشتهر نيقولا بلقب شرطي أوروبا بعد أن نصب نفسه حامياً للكنيسة الأرثوذكسية الشرقية، وبات يرسل جيوشه لقمع الثورات في أوروبا، خاصة تلك التي نشبت في بولندا والمجر، كما سار نيقولا الأول على نهج القياصرة قبله من حيث إثارة الحروب مع العثمانيين. وفي عهده خاضت روسيا حرباً ضد الدولة العثمانية بين عامي 1828 و 1829، نجح خلالها بالاستيلاء على أراضٍ حول البحر الأسود، كما بات لسفن روسيا الحق في الإبحار عبر المضائق التي تربط البحر الأسود بالبحر الأبيض المتوسط، وهو ما أثار مخاوف بريطانيا وفرنسا جراء توسع الروس في البلقان، ما حدا بالدولتين دعم العثمانيين في حرب القرم عام 1853 ضد روسيا. وخلال هذه الحرب مات القيصر نيقولا الأول سنة 1855، ليستقبل ابنه ألكسندر الثاني حكمه كقيصر لروسيا بخسارة حرب القرم وتوقيع معاهدة باريس عام 1856، لتتنازل روسيا ببداية عهده عن أراض عدة استولت عليها من الدولة العثمانية، مع حرمان البوارج الحربية الروسية من الاقتراب من شواطئ البحر الأسود، ما حدا بألكسندر الثاني إقرار إصلاحات كثيرة بهدف إصلاح روسيا، خاصة عبر ترميم الجيش والنظام القضائي والتعليم والإدارة المحلية وتحرير الفلاحين. إلا أن وجود لوبي معارض لإصلاحات ألكسندر داخل القصر جعل القوانين حبراً على ورق، حتى أن الأمر وصل بمعارضي القيصر من المتنفذين لتنظيم عملية اغتياله بالتآمر مع منظمة كانت تدعى نارودنايا فوليا التي ما زالت مجهولة المعالم حتى اليوم.
حينها وصل في عام 1881 لحكم روسيا ألكسندر الثالث الذي تعهد بإنقاذ روسيا عبر بناء تكتلات في أوروبا والتنفذ في آسيا، حيث أبرم اتحاداً مع فرنسا لاحتواء القوة المتنامية لألمانيا، بينما ركز العمل العسكري على آسيا الوسطى وسيطر على مناطق واسعة فيها، كما تمكن من فرض تنازلات إقليمية وتجارية هامة من الصين. إلا أن وجه روسيا القيصرية كإمبراطورية لم يبدأ بالتغيير حقاً إلا في عهد نيكولا الثاني الذي خلف والده ألكسندر الثالث سنة 1894، إذ بدأت حينها تمتد الثورة الصناعية من أوروبا إلى روسيا، ما قوى مراكز الليبراليين أصحاب رؤوس الأموال الذين بدأوا بما يشبه ثورة سلمية للإصلاح الاجتماعي في إطار ملكية دستورية. وكانت بواكير حراكهم السياسي الاقتصادي والاجتماعي تشكيل الحزب الدستوري الديمقراطي، إلا أن الساحة الروسية حينها كانت تغص بالأفكار المتصارعة، حيث برز أيضاً الثوريون الاجتماعيون الذين دعوا إلى توزيع الأراضي على الفلاحين وإنهاء الإقطاع تماماً، في وقت كانت تتنامى شعبية مجموعة أخرى متطرفة عرفت حينها باسم الحزب الاشتراكي الديمقراطي. وكانت هذه المجموعة أولى إرهاصات الماركسية في روسيا مع بدء عملهم على تنفيذ ثورة اجتماعية واقتصادية وسياسية متكاملة. من مستنقع اليابان للحرب العالمية الأولى. وأخيراً دخلت الثورة الصناعية روسيا بكل تفاصيلها قادمة من أوروبا. بات واضحاً لدى الأسرة القيصرية أن وجه روسيا بالقرن العشرين لن يكون كما قبله، خاصة مع تشكيل الليبراليين ما عرف باتحاد زيميتوف الدستوري عام 1903، ثم اتحاد التحرير سنة 1904، والذي كان يدفع بقوة نحو ملكية دستورية. ولمواجهة امتداد الليبراليين كان على الاشتراكيين الانتظام بمجموعات أيضاً، فظهر الحزب الاشتراكي الثوري وحزب العمل الاشتراكي الديمقراطي الروسي. واللافت أن ميلاد الشيوعية لم يكن في روسيا بل في لندن عاصمة إنجلترا، حيث انقسم فيها حزب العمل الاشتراكي عام 1903 إلى جناحين، هم المناشفة أي المعتدلون والبولشفية أي المتطرفون. وفي وقت قامت اشتراكية المناشفة على ضرورة النمو تدريجيا بشكل سلمي وتحويل نظام القيصر لجمهورية يتعاون فيها الاشتراكيون والليبراليون، كان البلاشفة المتطرفون بزعامة فلاديمير لينين لا يؤمنون بأي تعاون مع الليبرالية التي يسمونها الرجعية، بل كانوا يعتقدون بضرورة سحقها عبر تشكيل نخبة صغيرة من الثوريين وطليعة الطبقة الكادحة المنضوين تحت لواء حزب القوي، مهمته الانقلاب والاستيلاء على السلطة بالقوة. وبينما كانت تعيش روسيا هذا الصراع الفكري بين الاشتراكيين والليبراليين، اندلعت الحرب الروسية اليابانية بين عامي 1904 و 1905 جراء تحكم روسيا واستغلالها لغابات كوريا، مع السيطرة على أراض في الشرق الأوسط تعتبرها اليابان تابعة لإمبراطوريتها. ومع تصاعد حدة الخلافات بين البلدين وتحت جنح ظلام ليلة التاسع من فبراير من عام 1904، فاجأت اليابان روسيا بهجوم من أسطولها على الأسطول الروسي في ميناء بورت آرثر، ما أدى إلى تدمير أهم سفن القوى الحربية الروسية، لتنفذ اليابان على الفور إنزالاً في كوريا ومنشوريا مع حصار للميناء، قبل أن تجبر حامية المدينة الروسية على الاستسلام إثر يأس هذه الحامية من وصول إمدادات بعد تدمير الأسطول الروسي. وفي فبراير من عام 1905 حاول الروس جمع شتاتهم بعد نقل الأسطول الروسي من بحر البلطيق إلى الشرق الأقصى، لكن الجيش الروسي هزم مجدداً في معارك موكدن وتسوشيما، ما أنهى الحرب بمعاهدة سلام
وقعت في مدينة بورتسموث في 23 من أغسطس عام 1905. وبموجب هذه المعاهدة خضعت روسيا كونها الخاسر لشروط اليابان، وبينها تنازل روسيا عن القسم الجنوبي من جزيرة ساخالين وعن شبه جزيرة لياوتونغ وسكة الحديد في منشوريا الجنوبية. كل هذا زاد من السخط والغضب في الداخل الروسي على الحكم القيصري، بعد أن استنفد موارد البلاد بحرب انتهت بهزيمة مذلة أمام قوة ناشئة كاليابان، ما كشف الفساد الكبير الذي يعصف بكل مؤسسات الدولة حينها. ومع حلول شهر يناير من عام 1905 شهدت روسيا الأحداث الشهيرة المعروفة باسم الأحد الدامي، عندما فتح حرس قصر القيصر النار على حشود قادهم الأب جورج جابون إلى قصر الشتاء في سانت بطرسبرغ لرفع عريضة إلى القيصر، ما أدى إلى مجزرة وأسفر عن مقتل المئات، لتتشكل أولى إرهاصات اندلاع الثورة الروسية مع مباشرة مجالس العمال المسماة حينها السوفياتو بالعمل الثوري، المتضمن شل العمل في البلاد بهدف إسقاط الحكومة وإجبار القيصر على الإذعان. وهذا ما حدث بالفعل في شهر أكتوبر من عام 1905، عندما أصدر نيكولا الثاني بيانه الشهير لإنشاء مجلس الدوما البرلمان، وأعطى حينها الحق في التصويت لفئات شعبية عدة، وتعهد نيكولا فيما سمي بيان أكتوبر ألا يطبق أي قانون دون موافقة مجلس الدوما. وعلى الرغم من أن إجراءات القيصر نيكولا أرضت الاشتراكيين المعتدلين، إلا أن أي تنازل من القيصر ما كان ليرضي الاشتراكيين المتطرفين البلاشفة، ما أدى لانقسام كبير وحاد بين الجناحين الاشتراكيين، الأمر الذي استفاد منه نيكولا بتأمين عرشه القيصري، ولكن إلى حين، خاصة وأن نيكولا الثاني قرر دخول روسيا الحرب العالمية الأولى بهدف معلن هو الدفاع عن إخوة الروس من السلافة الأرثوذكس والصرب ضد معسكر دول المحور، إلا أن الهدف الحقيقي للقيصر كان تقوية وضعه الداخلي بحرب تعيد روسيا قوة عظمى. وفي أغسطس من سنة 1914 دخل الجيش الروسي ألمانيا لدعم الجيوش الفرنسية، وهو ما استغله الاشتراكيون البلاشفة خير استغلال عبر تصوير القيصر كشخص يضيع موارد البلاد على حروب تزيد الفقر بروسيا، وسرعان ما أدى ذلك إلى إثارة غضب الناس، كما ازدادت النقمة على النظام الحاكم بعد أن قطعت السيطرة الألمانية على بحر البلطيق والسيطرة الألمانية العثمانية على البحر الأسود وصول الإمدادات إلى روسيا عن طريق حلفائها والأسواق الخارجية، ما فاقم الفقر والجوع والفاقة في الداخل الروسي. كما انخفضت معنويات الجيش الروسي مع تواتر أنباء عن نفاد المواد الغذائية والوقود وازدياد عدد الضحايا، ما زاد الاضطرابات العمالية وأجج غضب الفلاحين المطالبين بالإصلاح الزراعي، خاصة مع سريان شائعات عن تلاعب المتصوف غريغوري راسبوتين وسيطرته على كل القرارات التي تصدر عن القيصر. ورغم انتهاء الحال باغتيال راسبوتين في عام 1916، إلا أن قصة راسبوتين أفقدت القيصر أي هيبة في البلاد. ومع حلول الثالث من مارس من عام 1917 شهدت روسيا أحد أكبر الاضطرابات بتاريخها، عندما توقف جميع العمال في سانت بطرسبرغ عن العمل، واندلع قتال في الشوارع بين الأهالي وقوات القيصر الخاصة، ما حدا بنيكولا الثاني إلى محاولة حل مجلس الدوما وإجبار العمال على إنهاء الإضراب. لكن الأمور خرجت عن السيطرة مع رفض مجلس الدوما قرار حله وتنظيم العمال لاجتماعات جماهيرية تحديا للنظام. ثم جاءت نقطة التحول مع إعلان الجيش الروسي الوقوف لجانب العمال والبلاشفة الاشتراكيين ضد القيصر وقواته الخاصة، وما هي إلا بضعة أيام حتى تم إنشاء حكومة مؤقتة برئاسة غريغوري لوفوف المسمى من قبل مجلس النواب، قبل أن يقبض البلاشفة الشيوعيون على القيصر ويعلنوا تنازله عن الحكم. وبعد أشهر
وتحديداً في ليلة 17 من يوليو عام 1918، ساق البلاشفة القيصر وعائلته إلى غرفة في قبو القصر ليقتلوا نيكولا الثاني وزوجته وابنه وبناته الأربع، إضافة إلى طبيب العائلة وخادم القيصر وأسرة الطباخ جميعاً. وفي الوقت نفسه كان الاشتراكيون يشكلون في سانت بطرسبرغ مجلساً من العمال والجنود لتزويدهم بالشعبية التي تمكنهم من الوصول للسلطة. الاتحاد السوفيتي من التأسيس للانهيار. سقط القيصر وبعده سقطت الحكومة المؤقتة التي شكلها الاشتراكيون والليبراليون بعد الانتفاضة المسلحة التي قادها البلاشفة تحت قيادة فلاديمير لينين وتروتسكي في أحداث أصبحت تعرف في روسيا بثورة أكتوبر الاشتراكية العظمى، وكانت أولى إجراءات لينين قد تمثلت في الخروج من الحرب العالمية الأولى وتوقيع اتفاق صلح مع ألمانيا تنازلت فيه روسيا عن 1,000,000 كيلومتر مربع من أراضيها. ولم تحمل بداية حكم البلاشفة الاستقرار لروسيا، إذ نشبت الحرب الأهلية وأودت بحياة نحو 13 مليون شخص بحسب تقديرات غير رسمية، وذلك بسبب الجوع والمرض والمعارك. وفي عام 1922 انتهت الحرب الأهلية باستيلاء البلاشفة على الجزء الأكبر من أراضي الإمبراطورية الروسية، قبل أن يعلن البلاشفة الشيوعيون في 30 من ديسمبر عام 1922 عن تأسيس اتحاد الجمهوريات السوفيتية من روسيا، أوكرانيا، بيلاروسيا والقوقاز، مع الاعتراف باستقلال بولندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا وفنلندا. ومن ذلك الحين تركزت كل السلطات في الاتحاد السوفيتي بيد الحزب الشيوعي الذي كان يتخذ القرارات المهمة في مؤتمرات الحزب قبل أن يبدأ حكم القبضة الحديدية الحقيقية، مع وصول أول أمين عام للحزب بعد وفاة لينين عام 1922 الدكتاتور يوسف ستالين، الذي كرس كل شيء من أجل تعزيز سلطته الشخصية على البلاد. وفي عهد ستالين الذي قضى على كل الأحزاب وكمم الأفواه وسحق أي محاولة للتعبير عن الرأي، لم يتوقف الاتحاد السوفيتي عن التوسع حتى بات قريباً جداً من حدود الإمبراطورية الروسية السابقة، خاصة وأن عام 1939 شهد التوقيع على اتفاق بين روسيا وألمانيا يتضمن تقسيم أوروبا بينهما، بحيث تصبح منطقة أوروبا الشرقية تحت نفوذ الاتحاد السوفيتي، ما أعاد لدولة السوفييت كل أراضي غرب أوكرانيا وغرب بيلاروسيا والبلطيق. ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية عام 1939 لم يدخل الاتحاد السوفيتي الحرب جراء توقيعه لاتفاقية سرية مع ألمانيا تضمن حياد السوفييت، لكن بعد مرور 3 سنوات وتحديداً في 22 من يونيو 1941 ارتكب هتلر أحد أكبر الأخطاء في تاريخه عندما هاجمت قوة ألمانيا النازية الاتحاد السوفيتي منتهكة اتفاقية عدم الاعتداء الموقعة بين البلدين. ورغم تمكن القوات السوفيتية من إيقاف تقدم القوات الألمانية في خريف عام 1941 مع بدء هجوم معاكس شكلت فيه معركة موسكو علامة فارقة في مجريات الحرب العالمية الثانية، إلا أن الجيش الألماني عاد في صيف وخريف عام 1942 للتقدم نحو حوض الفولغا واحتلال مساحات شاسعة من الاتحاد السوفيتي. انتظر السوفييت حلول شتاء عام 1942 ليحدث انعطافا حاسما في مجرى الحرب العالمية الثانية، حيث نال البرد الشديد من الجيش الألماني ومعداته وباتوا غير قادرين على القتال أو الحركة، لينفذ الجيش السوفيتي الأحمر هجوما معاكسا كان الانعطاف الأهم بالحرب كلها. بعد انتصار القوات السوفيتية في معركتي ستالينغراد وقوس كورسك، وحررت القوات السوفيتية في أثناء تقدمها
من عام 1944 ولغاية مايو 1945 جميع الأراضي السوفيتية التي كانت تحت الاحتلال الألماني، كما سيطرت على بلدان أوروبا الشرقية التي كانت بطريقها. وأخيراً انتهت الحرب العالمية الثانية بانتصار الحلفاء، أي الاتحاد السوفيتي وبريطانيا وفرنسا وأمريكا على دول المحور ألمانيا وإيطاليا واليابان ورومانيا وفنلندا. ورغم أن الاتحاد السوفيتي دفع الضريبة الأعلى في الحرب بعد مقتل نحو 26 مليون شخص خلال المعارك على أراضيه، إضافة إلى تدمير المؤسسات الصناعية وحرق المحاصيل وتدمير البنى التحتية، إلا أن السوفييت المنتشين بالانتصار تمكنوا بعد الحرب من تحقيق طفرة في مجال البحوث العلمية وقطاع الصناعة، خاصة الحربية والفضائية. كما ضم الاتحاد السوفيتي لأراضيه مدينة كونغسبيرغ الألمانية والتي أصبح اسمها فيما بعد كالينينغراد، وما أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها حتى ظهر الاتحاد السوفيتي كقوة عظمى لجانب أمريكا، لتبدأ الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي والغرب على رأسه أمريكا، وما رافقها من سباق تسلح على رأسه التسلح النووي. ما حدا بالسوفييت إقامة أنظمة شيوعية موالية لهم في بلدان أوروبا الشرقية، ورداً على إنشاء الغرب لحلف الناتو أسس الاتحاد السوفيتي حلف وارسو العسكري، خاصة بعد أن بات الاتحاد السوفيتي مكوناً من 15 جمهورية اتحادية، وأصبحت مساحته تعادل سدس مساحة اليابسة على الكرة الأرضية. ومع وفاة ستالين عام 1953 وصل إلى حكم السوفييت نيكيتا خورتشوف، الذي أطلق سراح العديد من المعتقلين السياسيين وقلل من الاضطهاد والديكتاتورية وقمع الحريات مقارنة بحقبة ستالين. وفي عهد خورتشوف حقق الاتحاد السوفيتي نجاحات باهرة في مجال الفضاء وقفزات هائلة في كل المجالات الانتاجية والعلمية، بينها إنشاء أول محطة كهروذرية في العالم عام 1954، وإطلاق أول قمر صناعي إلى الفضاء سنة 1957، لجانب وصول أول مركبة للفضاء وعلى متنها إنسان عام 1961. إلا أن كل هذا لم يشفع لخورتشوف جراء إخفاقاته السياسية الخارجية بظل اشتداد الحرب الباردة في عهده. ما حدا باللجنة المركزية للحزب الشيوعي عزلة سنة 1964، فيما كان يقضي إجازته السنوية قبل انتخاب ليونيد بريجينيف الذي عرفت حقبته بفترة الركود والبرود جراء رفضه لأي إصلاح اقتصادي، إلا أنه نجح خلال سبعينيات القرن الماضي من التوقيع على اتفاقيات مع أمريكا للحد من انتشار الأسلحة الهجومية. كما أن عهد بريجينيف شهد تورط روسيا في حرب أفغانستان، عندما طلبت حكومة محمد أمين دخول القوات السوفيتية، فواجهت هذه القوات مقاومة عنيفة من جانب الجماعات الجهادية، إضافة إلى حالة التمرد التي كانت تحدث في الجيش الأفغاني. ورغم أن السوفييت أرادوا إنهاء حرب أفغانستان خلال فترة قصيرة، إلا أنها استمرت عشرة أعوام جراء تزويد أمريكا والغرب للجماعات الجهادية الأفغانية بالأسلحة والمعدات، قبل أن تنسحب القوات السوفيتية من أفغانستان عام 1989 بعد هزائم مذلة. وخلال هذه الفترة وما سبقها حاول الاتحاد السوفيتي التعاون مع بلدان آسيا وإفريقيا والتركيز على الدول النامية مع مساندة الحركات العمالية فيها على أمل قيام الثورة العالمية. وفي المنطقة العربية دعم أيضاً السوفييت الأنظمة الاشتراكية والديكتاتورية، ولم يستطيعوا جعل دولة إسرائيل موالية لهم، رغم أن الاتحاد السوفيتي كان أول دولة اعترفت بإسرائيل ووافقت على تقسيم فلسطين عام 1947. لكن مع تحالف تل أبيب مع واشنطن والانخراط بتحالف الغرب
ركز الاتحاد السوفيتي جهوده على دعم ومساندة البلدان العربية، وهو ما ظهر خلال العدوان الثلاثي على مصر. عندما وقفت موسكو لجانب القاهرة ووجهت إنذاراً شديداً لفرنسا وبريطانيا وإسرائيل، وبات السوفييت مصدر الأسلحة الأول لكثير من دول العرب. وبعد نشوب حرب يونيو عام 1967، قطع الاتحاد السوفيتي علاقاته مع إسرائيل، كما دعم الاتحاد السوفيتي سوريا ومصر بالأسلحة في حرب أكتوبر عام 1973، قبل أن تتأزم علاقات السوفييت مع مصر بعهد أنور السادات، حتى وصل الأمر إلى قطعها عام 1981، ولم تعد إلا في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك. بينما استمرت علاقات الصداقة بين موسكو وسوريا والعراق، قبل أن يحاول السوفييت في نهاية عمر دولتهم التحول لرعاة سلام بالشرق الأوسط بالتشارك مع الأمريكان بمؤتمر مدريد عام 1991. وبالعودة إلى داخل الاتحاد السوفيتي، فإن توالي الرؤساء عليه لم يغير من جوهره، حتى وصل إلى الحكم ميخائيل خورباتشوف عام 1985، قبل أن يعلن عن بدء عملية البيريستوريكا، أي إعادة البناء، وتعني إجراء إصلاحات اقتصادية وسياسية تعين الاتحاد السوفيتي على التكيف ليجاري التغيرات في العالم. إلا أن هذه الإصلاحات أدت لشق الاتحاد السوفيتي بين المتمسكين بالاشتراكية والليبراليين، ما كشف ضعف البنية الاقتصادية والسياسية للنظام وتغلغل الفساد فيه. ومع بداية تسعينات القرن العشرين، وصلت عملية إعادة البناء إلى طريق مسدود، وبدأ تفكك الاتحاد السوفيتي في أغسطس عام 1991، عندما حاولت مجموعة من الضباط الانقلاب على ميخائيل خورباتشوف. ومع فشل المحاولة الانقلابية، أصبح تفكك الاتحاد السوفيتي أمراً محتوماً. وفي سبتمبر من عام 1991، بدأ اعتراف مجلس الدولة بانفصال جمهوريات البلطيق، ولم يحل ديسمبر من العام ذاته حتى وقع رؤساء كل من روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا على وثيقة تفكيك الاتحاد السوفيتي وإنشاء رابطة الدول المستقلة، لينتهي وجود الاتحاد السوفيتي رسمياً كدولة في 26 من ديسمبر عام 1991، ما أدى لتقلص مساحة روسيا الوريث الأكبر للاتحاد السوفيتي بنسبة 24%، مع انخفاض عدد السكان بنسبة تصل إلى النصف. القيصر بوتين الأول. بعد إعلان روسيا استقلالها على غرار دول السوفييت الأخرى، بدأت الحقبة الروسية الجديدة بانتخاب بوريس يلتسين كأول رئيس لروسيا. ورغم محاولة إجراء إصلاحات واسعة النطاق كالخصخصة وتحرير السوق وإلغاء التخطيط الاشتراكي المركزي وملكية الدولة وإعادة بناء الاقتصاد بعناصر رأسمالية السوق، إلا أن كل هذا أدى إلى أزمة اقتصادية كبيرة شهدت انخفاض الناتج الإجمالي بنسبة 50% بين عامي 1990 و 1995، كما أدت حالة الكساد إلى انهيار الخدمات الاجتماعية مع انخفاض معدل المواليد وزيادة الوفيات، ليهوي ملايين الروس في براثن العوز والفقر والفاقة بظل انتشار الفساد والفوضى واتساع الجريمة وتحكم المافيات والعصابات بمفاصل الدولة، إضافة للنزاعات المسلحة في شمال القوقاز منذ إعلان دولة الشيشان استقلالها في أوائل التسعينات، وخوضها معارك متقطعة مع القوات المسلحة الروسية. وفي ظل التردي الكبير في روسيا، تنازل يلتسين عن الحكم في شهر ديسمبر عام 1999، ليصطع نجم ضابط الاستخبارات السابق فلاديمير بوتين، حين بدأ يمارس مهام رئيس الدولة مؤقتاً، حتى انتخب في مارس عام 2000 رئيساً لروسيا. وشغل هذا المنصب لفترتين متتاليتين لغاية عام 2008، ولأن الدستور الروسي
لم يكن يسمح لبوتين بالتجديد لولاية ثالثة. تم انتخاب ديمتري ميدفيديف عام 2008 رئيسا للبلاد لمدة 4 سنوات، ولم يبتعد بوتين خلال هذه الفترة، بل شغل منصب رئيس الوزراء. ومع حلول مارس من عام 2012 أعيد انتخاب بوتين رئيسا لروسيا لمدة 6 سنوات بدلا من 4 بموجب التعديلات التي أدخلت على دستور الدولة، كما تمت إعادة انتخابه مجددا في 2018. وها هو اليوم في حرب شعواء ضد أوكرانيا وخلفها كل الغرب. وخلال سنوات حكم بوتين وقبضته على روسيا الممتدة عمليا نحو 23 عاما، تمكن بوتين أولا من قمع حركة التمرد في الشيشان، ثم أحكم سيطرته على الداخل الروسي عبر إصلاحات اقتصادية تمحورت حول رفع قيمة العملة والاستفادة من ارتفاع أسعار النفط مع النهوض بالاستثمارات في الاقتصاد الروسي، ما ساعد على نموه بشكل كبير وتحسين مستوى المعيشة في روسيا. كما عادت الصناعات الروسية لسابق عهدها، خاصة العسكرية منها، ليزداد بالتالي نفوذ روسيا على الساحة العالمية، خاصة مع عودة الاستقرار والنظام في البلاد، ما أكسب بوتين شعبية واسعة في روسيا. ورغم توجس الغرب منه، إلا أن أول صدام معه أثبت طموح بوتين لإحياء مجد الاتحاد السوفيتي. كان في عام 2014 عندما ضم شبه جزيرة القرم بحرب خاطفة ضد أوكرانيا، وفيما بعد أثبتت كل سياسات بوتين عزمه تطبيق كل ما يقوله، خاصة وأنه وصف تفكك الاتحاد السوفيتي بأنه أكبر كارثة جيوسياسية في القرن العشرين. ولطالما أراد تنصيب نفسه المسؤول عن ترميم هيبة روسيا في العالم إثر تدهورها مع سقوط الاتحاد السوفيتي وسنوات الفوضى في عهد يلتسن. وبعد أشهر من إطلاق حرب بوتين على أوكرانيا، لم يتردد بوتين في متابعة تطبيق استراتيجيته لإحياء السوفييت، عندما أعلن ضم 4 مقاطعات أوكرانية وهي لوغانسك ودونيتسك وزاباروجيا وخيرسون، تماما مثل ما فعل عندما ضم شبه جزيرة القرم. وما تبع ذلك من إعلان السيطرة على أهم المناطق الاستراتيجية في شمال البحر الأسود، بل السيطرة على أهم قطع الأسطول البحري الأوكراني حينها، وبعيدا عن كل مجريات الحرب الروسية الأوكرانية التي باتت بين كر وفر، إلا أن كل الوقائع تؤكد حرص سيد الكرملين على ترسيخ روسيا الجديدة التي تنطلق من فكر بوتين أن تاريخ الأمة الروسية كل لا يتجزأ. ما يشي بتوجه بوتين ليس فقط لإحياء الاتحاد السوفيتي، بل إلى تأسيس إمبراطورية روسية جديدة يكون حاكمها ربما القيصر بوتين الأول.